بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اخوكم نور الحائي من ارض الممنوعات، معرض غصن الزيتون بمحافظه الجيزه، في امسيه جديده من امسيات شهر رمضان الكريم. وكل سنه وانتم طيبين. انك تبقى رقم واحد في المجال دي ما بتجيش بسهوله، يبقى محتاجه تعب وجهد وشغل سنين عشان تبقى رقم واحد. وانك تبقى بابا المجال غصن الزيتون رقم واحد في مصر اللي ما بيشغلوش ولا واحد، ودي اللي هنكشفها النهارده بالحقائق في ثلاث حاجات، ثلاث ملحوظات مهمين قوي. 13/2 و25/2 و4/3. في 13/2 لما لقت شركة غصن الزيتون ان سعر السيزوكي فان وصل ل 540 و550، قررت ادارة الشركة انها تنزل بالعرض الاول وانها تخلي سعر العربية 484,000 جنيه، وده اللي خلى شركة سيزوكي فان نفسها انها تنزل السعر الرسمي وتخليه 485، وتخلي جميع التجار وجميع معارض جمهورية مصر العربية يبيعوا ب 485 و490. في 25/2 لما لقت شركة غصن الزيتون ان السعر لسه عالي على الزبون، وخصوصا ان العربية دي عربية اكل العيش بتاعة الزبون وبتاعة الغلابة اللي بيفكر يبدأ مشروع النهاردة بيفكر في سيزوكي فان، قررت ادارة غصن الزيتون انها تنزل بالعرض الثاني، ونزلت بالعرض الثاني وخلت سعر العربية 448,000 جنيه بس. العرض اللي كان صدمة للجميع واللي خلى غصن الزيتون رقم واحد في المجال يركب السوق، وان هو اللي يحدد سعر العربية والكل يركب وراه. النهاردة بعد ما غصن الزيتون خلى سعر العربية 448، قررت شركة سيزوكي للمرة الثانية انها تخلي سعر العربية الزيرو 445، واصبح جميع التجار وجميع المعارض في جمهورية مصر العربية بيبيعوا سعر العربية ويحددوا لها سعر 450 و460. قررت شركة غصن الزيتون للمرة الثالثة في 4/3/2024 انها تنزل بالعرض الثالث وخلت سعر العربية 422. السعر اللي ماشي دلوقتي في معرض غصن الزيتون 422، واللي جميع التجار وجميع معارض جمهورية مصر العربية شغالين دلوقتي ب 430، السعر ده هو اللي حددته غصن الزيتون وحددته إدارة غصن الزيتون، لأن هي اللي بتسوق المركب. غصن الزيتون رقم واحد في المجال، صنايعية الشغلانة من الآخر، هم اللي بيحطوا سعر للعربية، وهم دلوقتي اللي بيقولوا لك النهارده العرض الرابع النهارده سعر العربية سيزوكي فان الزيرو، سعر العربية سيزوكي فان الزيرو هيبقى صدمة للجميع. النهارده سعر العربية سيزوكي فان الزيرو هيبقى 398,000 جنيه بس. ده اللي قررته إدارة شركة غصن الزيتون امبارح، واللي نوهت عنه امبارح في البوست اللي نزل على صفحتها، وقالت انتظرونا في مفاجأة بكرة الساعة 9 بعد صلاة الأيام لأسعار العربيات. النهارده شركة غصن الزيتون حددت سعر 398,000 جنيه للسيزوكي فان الزيرو، سعر مفاجأة للجميع، سعر عن تحدي، أرخص سعر في مصر في معرض غصن الزيتون أرض الممنوعات، بابا المجال أبو الشغلانة وأمها كمان. النهارده في غصن الزيتون بنقول لك سعر السيزوكي فان 398,000 جنيه بس. وكمان جايبين لكم عرض تاني، سعر العربية الشيفولين ان 300 موديل 2024 الكاملة، وركز معايا الكاملة، تكييف وباور وسنتر وإزاز كهرباء وفامي وفوانيس شبورة وجميع الفئات وجميع الموديلات. النهاردة بنقول لك الكاملة موديل 2024، سعر خيالي، سعر مفاجأة، سعر مش هتسمعه إلا في غصن الزيتون وبس. كاملة كل حاجة، تكييف وباور وسنتر وإزاز كهرباء وفاميه وفوانيس شبورة وجنوط سبور، كاملة كل حاجة، موديل 2024 الفئة الأولى. النهاردة بنقول لك ب 498,000 جنيه بس، اللون اللي أنت عايزه، 498,000 جنيه بس، اللون اللي أنت عايزه، والفئة الكاملة موديل 2024 الفئة الكاملة كل حاجة ب 498,000 جنيه بس، اللون اللي انت عايزه، سعر مش هتلاقيه في جمهورية مصر العربية. اتحدى اي حد يلاقي السعر دوت في اي معرض او في اي مكان، في معرض غصن الزيتون وبس هتلاقي سعر العربية الشيفوليه ان 300 498,000 جنيه بس. ده العرض اللي احنا كنا بننوه عليه وبنقوله جميع الفئات وجميع الموديلات،
الفئة الكاملة ب 498 ألف جنيه كاملة كل حاجة، اللون اللي انت عايزه في معرض غصن الزيتون. العربية الكاملة الشيفوليه ان 300 موديل 24 ب 498 ألف جنيه بس. بابا الشغلانة ورقم واحد في المجال اللي ما بيشغلوش ولا واحد النهاردة بيحط سعر العربية بيتحدى بيه الجميع، بيتحدى بيه اي حد في جمهورية مصر العربية. انك تبقى رقم واحد دي ما بتجيش من فراغ، ما بتجيش الا بالتعب والشغل والجهد سنين. النهارده بنقول لك سعر العربيه السوزوكي فان للعرض الرابع، للمره الرابعه بنتحدى اي حد وبنقول له سعر السوزوكي فان، سعر السوزوكي فان اللون اللي انت عايزه متاح ب 398 الف جنيه بس، 398 الف جنيه بس. الحمد لله احنا اللي بنحط السعر وكله بعد كده يمشي ورانا. بابا المجال رقم واحد في المجال غصن الزيتون بيقول لك النهارده سعر السوزوكي فان الزيرو ب 398 الف جنيه بس، والشيفوليه ال ان 300 موديل 24 الكامله اللون اللي انت عايزه ب 498 الف جنيه بس. انك تبقى رقم واحد في المجال دي ما بتجيش الا بتعب وشغل وجهد سنين عشان تبقى رقم واحد في المجال. غصن الزيتون صناعية الشغلانة، أساس الشغلانة غصن الزيتون، رقم واحد في مصر غصن الزيتون اللي ما بيشغلوش ولا واحد، اللي بيحط سعر مناسب للجميع، اللي بيبص النهاردة للفقير، اللي النهاردة العربية السوزوكي الفان أو الشيفوليه الان 300 دي عربية الفقير، عربية أكل العيش. النهاردة عشان تبدأ تفكر تعمل مشروع هتعمل مشروع في ايه غير انك تبدأ تعمل مشروع في عربية فان زيرو. النهاردة بنقول لك بنكسر الاسعار وبنحطم الاسعار وبنقول لك ان سعر العربية النهاردة في غصن الزيتون خيالي. مفاجأة، النهاردة بنقول لك ان السوزوكي فان الزيرو عاملة 398، الشيفوليه ان 300 النهاردة الكاملة عاملة 498، والحمد لله البضاعة موجودة للي بيشكك فينا واللي بيزايد علينا بنقول له البضاعة موجودة قدام عينك، تعال وخد الكمية اللي انت عايزها بالسعر اللي احنا بنقول لك عليه، وكمان مش كده هتاخد العربية وورقها معاها، جواب الترخيص هتاخده في ايدك. النهاردة بنقول لك رقم واحد في المجال بيقول لك 398 الف جنيه للسوزوكي فان الزيرو و 498 الف جنيه للشيفوليه ان 300 موديل 24 الكاملة. وركز معايا، الفئة الكاملة كاملة كل حاجة موديل 2024 ب 498 الف جنيه. حبينا نمسي عليكم من ارض الممنوعات ومسرح الاحلام معرض غصن الزيتون، وبنقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.